في فيتنام، فالقمة الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية خلقت حالة استثنائية. العديد من التجار استغلوا القمة للترويج لبضائعهم بطرق مختلفة، فظهرت وجوه ترامب وكيم على القمصان والكعك وحتى الدمى. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، ووصل أيضا لصالونات الحلاقة في فيتنام التي بدأت بتنفيذ وقص شعر نفس قصات شعر ترامب وكيم وبالمجان. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.